حياكم الله في خليج العرب. حالة احتقان تسود العلاقات المصرية الكويتية في الآونة الأخيرة على وقع سجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مصريين وكويتيين، وعلى خلفية أزمات متتابعة منذ أشهر، والذي زاد من وطأتها الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا في الكويت والخليج. تلك الإجراءات التي استدعت ترحيل عدد من العمالة الوافدة وإعادة النظر في التركيبة السكانية وترتيب سوق العمل باتجاه تقليل الأيدي العاملة من خارج الكويت والخليج، كل ذلك وما صاحبه أدى إلى نوع من التوتر في العلاقات. تراشق بين مواطني البلدين لم تفلح المحاولات الرسمية في احتوائه والتخفيف منه، خلاف تؤججه مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الإعلامية وتنفيه السلطات في البلدين، ولكن تدفع ثمنه الجالية المصرية في الكويت والمقدر عددها بنحو 700,000 مصري. فلماذا تدهورت العلاقة المصرية الكويتية؟ وهل أججت تداعيات الجائحة الأزمة بين البلدين؟ وإلى أين تتجه العلاقات الثنائية؟ للإجابة عن هذه الأسئلة معنا عبر سكايب دكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ومدير المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية ورئيس ومؤسس أكاديمية العلاقات الدولية. مرحبا دكتور عصام، وشكرا لمشاركتك معنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا. قبل البدء نتابع معا وضع العلاقات الكويتية المصرية وحالة الاحتقان التي بلغتها في هذا التقرير، ثم نعود إليكم. توتر في العلاقات الكويتية المصرية من المفروض أن يكون عابرا وليس أكثر من توتر بسيط في العلاقات بين البلدين، إلا أن وسائط التواصل الاجتماعي حولت هذا التوتر إلى أزمة وأعطتها مساحة أكبر مما تستحق، وأشعلت حربا كلامية بين الكثير من أبناء الشعبين. بدأت الأزمة نهاية يوليو المنصرم على خلفية انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شابا مصريا يتعرض في الكويت للصفع عدة مرات على يد مواطن كويتي، أعقبته ردود فعل متشنجة مثل دعوة أحد المصريين حرق العلم الكويتي. ورغم أن دعوته لاقت رفضا مصريا واضحا، إلا أنها أثارت حفيظة الكثير من الكويتيين. اللافت أن الأزمة تزامنت مع الذكرى 30 لغزو الكويت، إلا أن إرهاصاتها بدأت مع ظهور جائحة كورونا وما أحدثته من أزمة اقتصادية ومطالبات بعض الكويتيين بإعادة الوافدين إلى بلدانهم، ومن ضمنهم العمال والوافدون المصريون الذين يزيد عددهم عن 500,000 وافد. ورغم أن توتر العلاقات لا يتوقع له بلوغ مرحلة القطيعة، إذ لم تصدر أي تصريحات رسمية عليا قد تزيد من توتر العلاقة، بل إن السلطات الكويتية قامت بالتحقيق مع المواطن الكويتي الذي قام بصفع المواطن المصري، فإن قرار هيئة الطيران المدني الكويتي بوقف الرحلات إلى مصر كإجراء احترازي بسبب جائحة كورونا أثار استياء الكثير من المصريين، رغم أن القرار يشمل أكثر من 30 دولة من ضمنها مصر، ورغم تصريح المسؤولين الكويتيين بمراجعة القرار. ومهما يكن من أمر، فإن هذه الأزمة التي أشعلتها وسائل التواصل الاجتماعي يبدو أنها لن تكون أكثر من سحابة عابرة، ولا يتوقع لها أن تؤثر في عمق علاقات البلدين الممتدة عبر التاريخ الحديث للمنطقة. مرحبا دكتور عصام مرة أخرى. أهلا وسهلا دكتور. أزمات متتالية شهدتها العلاقات المصرية الكويتية، وإن كانت ظهرت في الحقيقة في الوسائل الإعلامية أو على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تبلغ إلى حد التوتر بشكل معلن رسميا. ويعني حادثة مثل حادثة طبعا ملف العمالة الوافدة بشكل عام، حادثة تحدي حرق العلم الكويتي، واقعة الاعتداء على العامل المصري في الكويت، مثل هذه الأمور هل ترى بأنها قد توتر العلاقات بين مصر والكويت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أولا دكتور على هذه الاستضافة وعلى هذه المشاركة. كما ذكرت حضرتك، هناك حالة من التوتر، حالة من الاحتقان، لا أعتقد أنها يمكن أن تؤثر في المسار العام للعلاقات التركية، للعلاقات الكويتية المصرية، لأكثر من اعتبار أن علاقات الشعوب لا تحكمها بعض المواقف الفردية من هنا أو هناك. هذا أولا. الأمر الآخر أن هذه الحالة أعتقد أنه يقف خلفها في كثير من الأحيان نوع من الافتعال ونوع من التضخيم وإثارة من الجدل الكبير، سواء من الطرفين، من بعض الإعلاميين المحسوبين على الطرفين، من بعض وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن الإشكال الأكبر هو السكوت أو عدم التعاطي بجدية وفاعلية مع مثل هذه المؤشرات، لأنها للأسف الشديد من شأنها أن تخلق حالة رأي عام. حالة الرأي العام يمكن أن تؤدي إلى تراكم سلبي، سواء في الصورة الذهنية بين المواطنين في دولة الكويت أو بين المواطنين في مصر، في جمهورية مصر العربية، من شأنها أن تؤثر على المدى البعيد في حال استمرارها وفي حال تراكمها، يمكن أن تؤدي بالفعل إلى توتر حقيقي في العلاقات بين الشعوب. للأسف الشديد، أحيانا يتم استخدام بعض الحالات الفردية من الطرفين من جانب أطراف أخرى لا يعنيها بدرجة أساسية عمق العلاقات بين الدول والشعوب، ولكن يكون السعي نحو أهداف سياسية آنية لا أكثر ولا أقل. وبالتالي نعم لابد أن يكون هناك وعي حقيقي بين الأطراف المعنية والمسؤولة، والرهان هنا بدرجة أساسية على وسائل الإعلام الواعية والحريصة على عمق العلاقات يعني بين أنت ترى هذه. الآن بأن التوتر أو ما نشهده من توتر هو فقط في على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي، لم يبلغ إلى الآن مرحلة التوتر الحقيقي في العلاقة السياسية بين البلدين بشكل رسمي؟ وهو الأمر يحتاج إلى تمييز بين مستويين دكتور. المستوى الأول هو العلاقات السياسية، وهذه ترتبط بالنظم السياسية، وفي كثير من الأحيان تحدث توترات أو خلافات حتى بين النظم السياسية، وهذا يجب أن يكون مدركا من الجميع. ولكن ما يجب الحرص عليه من وجهة نظر الشخصية هو العلاقات العميقة بين الشعوب، لأن هذه الأبقى وهذه الأهم. النظم السياسية مهما طال أمدها تتغير بين الحين والآخر، وتأتي بتوجهات مختلفة وبسياسات مختلفة. أحيانا تتمتع هذه السياسات الخارجية للنظم السياسية بدرجة من الاستقلالية، وأحيانا تكون مرتبطة بتوجهات إقليمية، أو مرتبطة بحالة من الدعم الإقليمي أو التأجيج الإقليمي أو الدولي في سياقات مختلفة. نعم ولكن الأهم هنا هو العلاقات الراسخة بين الشعوب، لأن هذه العلاقات يتم بنائها عبر عقود، نعم وليس فقط بين أيام وأشهر، أو تحركها موجة هنا أو موجة هناك. بدليل أن لدينا عشرات إن لم يكن مئات بل آلاف الحملات الإعلامية التي تم شنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وفي الأخير تنتهي إلى لا شيء. نعم فهذا ما يجب الرهان عليه. الآن لو أخذنا على صعيد المعلومات، يعني التجاوز أو والأرقام، تجاوزت الاستثمارات الكويتية في مصر تقريبا 15 مليار دولار، وهناك 1227 شركة كويتية تعمل في مصر، وحجم التبادل التجاري بين مصر والكويت تقريبا 3 مليار. من واقع هذه الأرقام يبدو بأن العلاقة الآن، بغض النظر عن العلاقة الأخوية، علاقة العروبة وعلاقة الإسلام، علاقة المصالح التجارية علاقة راسخة. هل ممكن أن نشهد المزيد من التوتر الذي قد يؤثر على هذه الأرقام وهذه المصالح بين البلدين؟ أيضا هنا يمكن أن أشير بإيجاز إلى إشكاليتين في تعاملنا مع الأرقام. نعم الإشكالية الأولى هو تحويل علاقات الدول والشعوب إلى أرقام، هي مؤشر على عمق العلاقات الاقتصادية بين الدول، وبالتالي وجود شبكة واسعة من المصالح الاستراتيجية، ولكن لا يجب التعويل بدرجة أساسية على هذه الأرقام باعتبارها أن هي الحاكم أو الفيصل، لأن هناك علاقات بين دول ترتبط مصلحيا بمئات المليارات من الدولارات، وفي النهاية يكون هناك حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والثقافي والفكري والحضاري وغيره. الإشكالية الأخرى دكتور أنه عندما يتم التعامل مع الأرقام، للأسف الشديد يتم التعامل مع الأرقام المباشرة الظاهرة، التي عندما نتحدث نقول أن هناك 16 مليار استثمارات أو 20 مليار استثمارات، أن هناك آلاف الشركات التي تعمل، ولكن هناك أبعاد أخرى غائبة في هذه الأرقام. البعد الأهم في هذه الأرقام أن هناك أكثر من نصف مليون عامل مصري يعيشون في دولة الكويت عبر عشرات السنوات. لو افترضنا جدلا أن كل عامل من هؤلاء العمال
يقوم برعاية أو بكفالة أسرة مكونة من 3 أفراد، أنت تتحدث عن ما يقرب من 1.5 مليون مصري نعم يعتمدون على هذا العامل. جانب آخر، عندما نقول أن هناك 0.5 مليون، في عام 2019 كان إجمالي تحويلات المصريين في الخارج نحو 29 مليار دولار، كان من بينها 15% من تحويلات المصريين المقيمين في دولة الكويت. نعم. هذا عامل شديد الأهمية. عامل آخر أيضا في إطار الأرقام، عندما نقول أنه إذا كان هناك 0.5 مليون عامل مصري يعملون في الكويت، فهناك على الأقل من 160 إلى 200 ألف سائح كويتي يقومون بزيارة مصر سنويا. هذا جانب. الجانب الآخر، تجد أن هناك ما يقرب من 20 إلى 25 ألف طالب كويتي يدرسون في الجامعات المصرية. مصري. نعم. فهذه الأرقام في ذاتها تدل على عمق العلاقات، ولكن فيما وراء الأرقام تدل على شبكة ضخمة من العلاقات الاجتماعية والفكرية والثقافية والحضارية، سواء على مستوى التعليم أو على مستوى الاندماج في المجتمعين بشكل متبادل. إذا حسب وجهة نظرك بأن يعني العلاقات وشكل العلاقات وحتى المصالح تتجاوز مسألة حجم الاستثمارات، يعني هناك شيء أعمق في الموضوع. إذا دكتور، في حالة التأجيج وفي حالة التوتر الآن، يعني على الأقل ما نشهده، على الأقل إن أحسن الظن هو مجرد يعني في وسائل التواصل الاجتماعي ولم يبلغ مرحلة التوتر الدول العلاقة بين الدولتين على الصعيد الرسمي، من مصلحته إثارة مثل هذه المواضيع أو إثارة التوتر؟ هل ترى بأنها إثارة مفتعلة ممنهجة مقصودة، أم أنها عفوية نتيجة الضغط الذي يحصل من الطرفين؟ هناك ضغط يحصل على الجالية المصرية كونها قد تكون مهددة، أو كثير منها على الأقل مهدد بفقدان لعمله، وأيضا الضغط على المواطنين الكويتيين لشعورهم بأن هناك بعض فرص العمل التي قد تضيع منهم وقد تفوت عليهم بسبب وجود جالية سواء كانت مصرية أو غيرها. إذا مثل هذا الاحتقان، هل هو مفتعل أم أنه نتيجة طبيعية لوضع طبيعي الضغط العالمي الذي أحدثه فيروس كورونا؟ التفسيرين قائمين يا دكتور. التفسير الأول قائم، وأن هناك بالفعل هناك أزمة. هذه الأزمة نتيجة وضع طبيعي ترتب على تداعيات فيروس كورونا خلال 6 أشهر الأخيرة. هناك فعلا أزمة حقيقية تواجه اقتصاديات معظم كل الدول الخليجية، بل كل دول العالم دون استثناء، وليس فقط الدول الخليجية، كان لها انعكاساتها السلبية على أوضاعها الاقتصادية وعلى معدلات الدخل القومي وعلى معدلات الدخل الفرد. ولا أعتقد أن هناك دولة في العالم لم تتأثر من أضرار هذه الكارثة، وليس هناك أيضا دولة في العالم لم تتخذ سياسات اقتصادية لمواجهة هذه التداعيات. كان من بين مثل هذه السياسات الموقف من العمالة وحجم العمالة وغيرها. ذكرت لك قبل الهواء أنني أتردد على زيارة الكويت منذ 1996 وحتى العام 2012، وأنا أتابع بحكم وجودي في الكويت لهذه السنوات، كنت أتابع بتركيز وبتفصيل وبمعلومات دقيقة ما يتم الإعلان عنه من جانب الحكومة الكويتية عما يسمى بسياسات التكويت التي بدأ التفكير فيها استراتيجيا عام 1989، ولكنها توقفت على خلفيات الغزو العراقي للكويت. وبالتالي الحديث عن التكويت هو سياسة استراتيجية للدولة، ولكنها يتم تأجيلها بين الحين والآخر، يتم فتح السير في مسار ثم التراخي في مسار آخر لاعتبارات مختلفة. ولكن الأمر من وجهة نظري طبيعي منطقي أن يكون هناك حالة غضب من جانب العاملين الذين يتم الاستغناء عنهم، هذا منطقي لأن حياتهم ارتبطت بهذه الدولة وارتبطت بهذه الوظائف، هذا جانب ومنطق ومقبول أن تكون هناك حالة من رد الفعل الغاضبة. ولكن أنا أيضا للأسف الشديد من واقع أيضا متابعة لعدد من الأزمات التي المفتعلة بين النظام السياسي في مصر وعدد من الدول العربية، يكون الجانب الأكبر منها افتعالي، ليس إدارة ليس من باب إدارة الأزمات، ولكن من باب الإدارة بالأزمات، وهو استغلال حالة من السخط العام أو حالة من السخط حتى لو كانت حالات فردية، ثم إشعالها عبر وسائل إعلام محسوبة على هذه النظم. ولو حضرتك تتذكر الأزمة الكبيرة التي تم افتعالها في التسعينات على سبيل المثال بين مصر والجزائر على خلفية إحدى مباريات كرة القدم، وثبت بعد ثورة 2011 ممن أداروا هذه الأزمة أنهم كانت تأتيهم التوجيهات مباشرة من جانب الأجهزة الأمنية. نفس الأمر الآن، لدينا تسريبات تؤكد أن هناك تدخل سيادي في عمل وسائل الإعلام، وبالتالي ليس مستبعدا أن يكون هناك توجيه بين الحين والآخر لإثارة بعض الأزمات
على امل او سعيا نحو تعزيز بعض الفرص او الحصول على بعض المكاسب الاضافيه في اداره هذه الملفات. هناك خطا حقيقي من جانب النظام او النظام في مصر في هذه المرحله بغض النظر عن موقفنا منه، ولكن دوله للاسف الشديد عندما يتم اداره العلاقات التاريخيه والثقافيه والعميقه بين الدول باستغلال حالات فرديه بين الحين والاخر واللعب عليها لاثاره مزيد من صب الزيت على النار بين صفوف المواطنين في الدولتين، اعتقد انه غير مقبول. اها، اذا يعني ترجح يعني حضرتك من خلال خبرات سابقه حتى مع الانظمه السياسيه انه ممكن قد تكون بعض الاجهزه الامنيه تصب الزيت على النار. دكتور، كما تفضلت حضرتك يعني تتردد كثيرا على الكويت واقمت ربما فتره ايضا في الكويت، وبالتالي انت مطلع على احوال البلد عموما وعلى احوال ايضا الجاليه المصريه اليوم. هناك تقريبا ما يقال اكثر من نصف مليون، حدود 700 الف مصري في الكويت. كيف تقيم مساهمه هذه الجاليه في الوضع الاقتصادي في الكويت اليوم؟ يعني في الكويت من جميع الجنسيات هناك عمالة حقيقية تعمل تساهم في 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 الإنتاج وتساهم في 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 العمل الحقيقي، وهناك عمالة تسمى عمالة هامشية أو عمالة سائبة أيضا تسمى، وربما هذه ما قد تثير الناس في أحيان كثيرة. بشكل عام كيف ترى وجود الجالية المصرية في الكويت ومساهمتها بشكل أو بآخر في الاقتصاد الكويتي؟ هو هنا إشكالية شديدة الأهمية، وهي للأسف أيضا مشتركة بين الجانبين في مصر والكويت، وهي ما يطلق عليه أو ما هو متعارف عليه التجارة بالإقامات، والتي يمكن أن تشكل أحد الأسباب الأساسية لفكرة ما يسمى أيضا بالعمالة السائبة. لأنه للأسف الشديد عندما يتم استقدام عشرات بل مئات بل آلاف دون أن يكون لديهم عمل حقيقي أو فرصة حقيقية سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي، أعتقد أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى إفراز مثل هذه الظواهر الأساسية. التحدي الآخر للأسف الشديد أيضا هو الرغبة في السفر، والتي قد تدفع الكثيرين للتنازل، بل بالعكس لاتجه الكثيرون منهم إلى بيع كل ما يمتلك سعيا نحو الحصول على فيزا أو على تأشير. وبالتالي في هذه الحالة يجد من يتاجرون بإقامات وبأرزاق العمال في كثير من الأحيان في مثل هذه الفرصة سندا للتحرك للقيام بمثل هذا الإجراء. لا يمكن بأي حال من الأحوال، لا يمكن بأي حال من الأحوال إنكار الدور الحقيقي الذي قامت به العمالة المصرية في أي دولة تتواجد فيها، ليس من باب أنني مصري ولكن من باب اطلاع حقيقي على أحجام مثل هذه العمالة. حجم العمالة يرتبط بينما يرتبط رقم واحد بالإمكانيات، بالقدرات، بالخبرات، أيضا باحتياجات الدولة الحقيقية. ولا ننسى أن الكويت على سبيل المثال تحتل المرتبة الرابعة من بين الدول العربية في من حيث استقدام العمالة المصرية. السعودية الآن تستقطب 2.9 مليون، الأردن 1.1 مليون، الإمارات أكثر من 750 ألف، ثم تأتي الكويت أكثر من نصف مليون. وبالتالي مثل هذه الأرقام في ذاتها دالة على الدور التنموي الذي تقوم به هذه العمالة بحكم ما تمتلكه من خبرات أولا، وبحكم أيضا أن هناك حالة يكون هناك ميل لمثل هذه العمالة في حكم التقارب الثقافي والفكري وإمكانية التعامل والقدرات على التعامل خلافا لبعض الجنسيات الأخرى. ولكن الأمر بالفعل يحتاج إلى مزيد من الضبط القانوني، مزيد من الضبط الإجرائي، مزيد من التقنين لعمليات الاستقدام ولعمليات التوظيف وكيفية الاستقدام وكيفية التوظيف، كلها أمور تحتاج، وللأسف هي إشكاليات دكتور كما أشرت لحضرتك، إشكاليات قائمة منذ منتصف السبعينات في دولة الكويت بعد الطفرة النفطية التي شهدتها، وتحتاج إلى معالجات جذرية. البعد الآخر والذي بالفعل أيضا يحتاج إلى إعادة نظر، أن أحيانا حجم القوى العاملة في بعض الدول ترتبط باعتبارات سياسية، بحيث يتم توزيع نسب العمالة. إذا كان لدينا مثلا، لو افترضنا جدلا أن هناك 3 مليون عامل وافد في دولة الكويت، يتم توزيعها بين الدول وفق اعتبارات سياسية. هذا الأمر قد يكون مطلوبا في بحكم الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول، ولكن لابد أيضا أن يراعي ما تمتلكه هذه العمالة أو القوى العاملة من قدرات، حاجة الاقتصاد الحقيقي والقطاعات التنموية إلى هذه الأنواع أو هذه العينات من العمالة، بحيث في النهاية لا تكون هناك أزمة حقيقية في التكوين.
الإشكالية التي رصدتها عفوا أيضا من جانب في خلال فترة وجودي في الكويت هي فكرة التركز السكاني لعدد كبير من القطاعات العمالية في مناطق محددة، نعم وهذا في ذاته يخلق بؤر كثيرة من الأزمات عندما صحيح، نقول مثل أن جليب شيوخ، العمال خيطان، الفروانية، بالضبط نعم جليب شيوخ نعم وخيطان والفروانية وغيرها في كثير من الأحيان هذه مقرات أساسية لتجمعات مصرية. وجود مثل هذه التجمعات بهذه الأحجام وبهذه الأعداد تخلق مجتمعات تنقل إلى الكيانات الجديدة أو الدول التي تعيش فيها نفس الثقافات ونفس الممارسات ونفس الإجراءات التي تمارسها في دولها، وبالتالي يمكن أن نقول تنقل نفس الأزمات إلى هذه المجتمعات التي لا تستطيع أن طيب، تتكيف معها. يعني احنا تكلمنا عن وجود يعني خلل في التعامل مع ملف الوافدين بشكل عام في الكويت من حيث التضخم نعم وعدم وجود سياسة واضحة للاستقدام ووجود العمالة السائبة والتجارة بالإقامات إلى آخره، هذا أدى إلى أن اليوم في أعداد كبيرة مهددة بأن تفقد وظائفها. كيف تنظر مصر إلى هذه المسألة؟ يعني هل مصر أو الإدارة المصرية الحالية مستعدة لأن تقبل بعودة هؤلاء المصريين بعد إنهاء أعمالهم، أم أنها قد يعني تعتبر ذلك مؤشر على يعني على أزمة أو بداية أزمة، وبالتالي لن يقبلوا بتسريح هذه الأعداد التي قد تصل إلى مئات الآلاف من العمالة المصرية في الكويت؟ السؤال له جانبين، الجانب الأول هو مدى حرص النظام في مصر على العمالة المصرية وحقوقها والقدرة على استيعابها وتوفير الفرص البديلة، ولا أعتقد أنها تفكر كثيرا في هذا الأمر. الجانب الآخر أن هل لديها استعداد؟ لا أعتقد أن لديها استعداد، ولا أعتقد أنها يمكن أن تترك الأمور تصل إلى هذه الدرجة بحيث يتم السماح بترحيل عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من أي دولة بغض النظر عن هل هي الكويت أم قطر أم السعودية أم الإمارات، لأن في النهاية هناك منافع حقيقية يحصل عليها النظام من وجود مثل هذه القوى العاملة في هذه الدول، وبالتالي هذا جانب. الجانب الآخر لا أعتقد أن هناك أي نظام سياسي في مصر أيا كانت توجهاته أو أيا كانت مواقفه يمكن أن يدفع بالأمور إلى مع أي مع معظم الدول العربية مع استثناءات طفيفة إلى مرحلة التأزيم الكامل، لأن في النهاية تترك مسارات للانفراج، مسارات لتفكيك الأزمة وحلحلتها، وخاصة أن أمير دولة الكويت يعني يتمتع بعلاقات شديدة القوة وشديدة المتانة مع معظم الرؤساء ومع معظم النظم، ويستطيع بما لديه من حنكة ومن خبرة أن يحتوي الكثير من الأزمات إذا وصلت العلاقات أو وصلت الأزمة إلى مثل هذه المرحلة. ولكن تفضل. السؤال يعني تفضلت بالقول بأنه قد لا يسمح النظام المصري بأن تعود هذه الأعداد من العمالة نعم المصرية في صحيح الكويت إلى مصر. السؤال، ما الخيارات التي تملكها الإدارة المصرية في حال عدم سماحها أن بعودة هذه الجالية؟ يعني تلجأ للضغط الدبلوماسي، تلجأ وإذا لم يفد هذا الضغط الدبلوماسي تلجأ إلى الضغط الإعلامي أحياناً، أو ما يسمى أو قد نسميه الابتزاز الإعلامي حتى، لمنع هذا التسريح لهذه الأعداد من العمالة. ما هي الأوراق التي ممكن أن يلعب بها أو تضغط بها الإدارة المصرية لمنع حصول هذا الشيء، عودة عدد كبير من الجالية المصرية؟ هو هناك فرق بين عدم استعدادها للعودة ورغبتها في البقاء، لأن عدم استعدادها يرتبط بدرجة أساسية بأنه لا توجد إمكانيات اقتصادية أو فرص حقيقية تستوعب بها هذه العمالة العائدة إذا عادت هذه العمالة. ولكن كما ذكرت حضرتك هناك أكثر من وسيلة، الوسيلة الأولى هي العلاقات الدبلوماسية والاتصالات المباشرة على أعلى المستويات بين المسؤولين في الدولتين. ولكن للأسف الشديد أحياناً قبل اللجوء إلى مثل هذه الوسيلة المتعارف عليها والتي من شأنها الحفاظ على العلاقات الودية بين الشعوب، ممارسات النظام منذ 7 سنوات وحتى الآن منذ 2013 تقوم على التصعيد الإعلامي في إطار الابتزاز السياسي. لدينا عشرات الملفات وعشرات النماذج، في حتى أن لو افترضنا لو تحدثنا بمنتهى الوضوح أهم شريك سياسي واستراتيجي للنظام في مصر هو المملكة العربية السعودية، لم تسلم المملكة العربية السعودية من الحملات الإعلامية في عدد من المراحل وفي عدد من الأزمات التي قام بها أيضا المحسوبين على هذا النظام بتوجيه من هذا النظام.
وبالتالي فكرة استخدام ورقة الإعلام أعتقد أنها من بين الأوراق التي يكون الهدف الرئيسي منها التصعيد في إدارة الملف سعيا نحو الوصول على مزيد من التنازلات أو ما نسميه الابتزاز السياسي أو الابتزاز المالي نعم من جانب النظام القائم حاليا في مصر في مواجهة النظم السياسية المختلفة. دكتور، يعني في ظل الشحن والأزمة بين البلدين نسمع عبارات أو سجالات قد تحدث أحيانا حتى من بعض الإعلاميين في مصر، بعبارات توجه إلى الكويتيين بأن نحن أفضلنا عليكم كثيرا ونحن الذين حررناكم من الغزو العراقي مثلا، إشارة إلى مشاركة الجيش المصري ضمن الجيوش العربية وضمن أيضا الجيوش الدولية. عبارات مثل هذا النوع، أنتم دولة صغيرة، أنتم، يعني مثل هذه العبارات أحيانا يروجها الإعلام وتروج بين أوساط الناس بسبب الضخ الإعلامي والتأكيد والتكرار الإعلامي دائما على مثل هذه الأمور. كيف تقرأ مثل هذه السجالات واستحضار التاريخ أحيانا فيها، مثل تاريخ الغزو العراقي ومشاركة مصر، كيف تساهم مثل هذه الأمور في دقيقة يعني من فضلك؟ هي للأسف الشديد مثل الاستدعاء لمثل هذه الكلمات أو مثل هذه التجارب يكون الهدف منه مزيد من التصعيد، نعم لأنه عندما تذكر مثلا مشاركة مصر في حرب تحرير الكويت 1991 فكانت ضمن تحالف دولي يضم أكثر من 32 دولة على سبيل المثال، نعم وكانت قيادة العمليات فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي المشاركة المصرية مقدرة لأن مشاركة على الأقل إن لم تكن فعلية فمجرد رمزيتها كانت مهمة في مثل الحشد ضد العراق. ولكن ايضا لماذا يتم التجاهل او تناسي ان هناك ايضا مشاركه كويتيه في حرب 1973 على سبيل المثال. مثل هذه الامور استدعاء التاريخ نعم بانتقائيه من شانه ان يعزز من توتر العلاقات، ولكن يجب التاكيد على ان هذه الحالات وهذه الاصوات تبقى نعم فرديه وتبقى موجهه في نعم الكثير من الاحيان بهدف دكتور الابتزاز عصام عبد السياسي. الشافي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ومدير المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا دكتور، شكرا الشكر جزيلا، لكم خير موصول منك. أعزائي المشاهدين، نسعد دوما باستقبال مقترحاتكم وتعليقاتكم على حسابات التواصل الاجتماعي لشبكة التلفزيون العربي، نلقاكم في الأسبوع المقبل، دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.